هذا مرفوض. سعاد سفير، سؤال هنا. هناك تقارير أممية تتحدث على أن الدعم الذي يقدم إلى بعض المجموعات المسلحة يهدد اليمن بأن تصبح مثل ليبيا أو سوريا لجهة تفشي الإرهاب. القاعدة سيطرت على المكلا وهي تسيطر على مناطق واسعة. ألا تخشون من أن يتحول اليمن إلى نموذج على الطراز الليبي أو السوري؟ سيدي، الخشية، كل الخشية من أننا أولا نتخلص من العدو الأكبر الذي ينفث سمومه في الجسد اليمني. هذا العدو الذي اختطف الدولة، هل تدرك ماذا يعني اختطاف الدولة؟ تدمير مؤسسات الدولة وتدمير مقومات اليمن. هم من قاوم. نحن في الحكومة اليمنية نقر أن هدف مكافحة الإرهاب هو هدف قائم، ولا زالت الحكومة اليمنية تعتبره من ضمن الأهداف الرئيسية. هذه مسؤولية الحكومة اليمنية، ليست مسؤولية الميليشيات للقضاء على القاعدة. القاعدة هدف أساسي ورئيسي، نريد أن نتخلص من القاعدة كما نريد أن نتخلص من التطرف الحوثي، ونريد أن نتخلص من أتباع الأجندات الإيرانية في اليمن. نريد أن نكون جزء من الكيان الأمني والترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج والجزيرة، لا نريد أن نكون نغرد خارج هذا السرب. لكن القاعدة تتوسع، سعادة السفير، تتوسع نتيجة للوضع الاحتلال الحوثيين لليمن، سيطرتهم على مؤسسات الدولة، احتلالهم للمدن، تدميرهم لكل مقومات مؤسسات الدولة. كيف تريد لمؤسسات الدولة أن تقوم بدورها في القضاء على توسع القاعدة وهي في وضع يعني العنف الحوثي وميليشيات الرئيس السابق؟ سعادة السفير.